ننتقل مشاهدينا إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.13% عند مستوى 9777 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.190 مليار. ومن أصل 69 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة وبقيت 19 شركة على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 10.87% ليغلق عند 1.12، بينما ارتفع سهم رابكو للاستثمار بنسبة 14.19 يغلق عند 1.77. كما أغلق سهم الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية مرتفعا بنسبة 10.76 يغلق عند 0.65 درهم، بينما انخفض سهم شركة مجموعة E7 بنسبة 3.66 يغلق عند 11 درهما. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام منخفضا أيضا بنسبة طفيفة بلغت 0.7% عند مستوى 4100 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 215 مليون درهم. ومن أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسهم 19 شركة وبقيت 9 شركات على ثبات. ارتفع سهم شركة سالك بنسبة 2.47 يغلق عند 3.31 دراهم. كما ارتفع سهم شركة الإمارات ريم للاستثمار بنسبة 2% يغلق عند 3 دراهم. وأيضا ارتفع سهم شركة الأنصار للخدمات المالية بنسبة 1.88 يغلق عند 2 فلسا، بينما أغلق سهم شركة الاستشارات المالية الدولية منخفضا بنسبة 7% عند 4.60 دراهم. انتقل مع حضرتك لتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية، وأبدأ معك أستاذ حسام من بورصة أبو ظبي التي تراجعت بنهاية تعاملات اليوم. ما تحليلك لأداء المؤشر ومساره المتوقع؟ يعني بالرغم من الانخفاض المحدود الذي شهده سوق أبو ظبي خلال تعاملات اليوم، أغلق أعلى أو تحديدا عند مستوى 9777، أعلى مستوى دعم هام جدا هو مستوى 9650. أعتقد يعني كان ده ناتج عن وجود شبه عمليات جني أرباح أو حركات تصحيحية بالنسبة للأسهم، خاصة في قطاع العقارات وقطاع البنوك. أعتقد إن إحنا هنشوف فيه استقرار خلال الجلسات المقبلة. أعلى مستوى، أعلى هذا المستوى مستوى الدعم الرئيسي هو مستوى 9650، ومن ثم أعتقد إن إحنا نشوف فيه اختبار لمستوى أو اختراق مستوى المقاومة الهام جدا وهو مستوى 9800 نقطة والاستقرار عليه، وهنشوف فيه اختبار لمستوى المقاومة الرئيسي تاني وهو مستوى 10000 نقطة. أعتقد إن سوق أبو ظبي يحتاج أو في حالة من الترقب والانتظار من قبل المستثمرين والمتعاملين فيه لطروحات قوية قد تدرج خلال الفترة المقبلة، ودي هتكون عامل ودافع أساسي وقوي جدا لصعود المؤشر واختراق مستوى المقاومة الهام جدا وهو 10000 نقطة، ونشوف فيه مزيدا من التدفقات النقدية من قبل المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية في سوق أبو ظبي فور الإعلان عن طرح قوي زي ما حدث كده خلال العام الماضي والعام قبل الماضي، والذي يعني كانت تؤكد عليه الإدارة، إدارة سوق المال الإماراتي وإعادة هيكلة سوق المال الإماراتي بصفة عامة. بالنسبة لسوق دبي الذي تراجع اليوم ولكنه تماسك عند مستوى 4100 نقطة، ما تحليلك لأداء البورصة؟ سوق دبي نجح زي ما ذكرنا كده الأسبوع الماضي، إن إحنا قلنا إن كان مستوى المقاومة الهام جدا هو مستوى 4100، إن شاء الله هنشوف فيه اختراق لهذا المستوى والاستقرار أعلاه بقيادة قطاع العقارات وقطاع البنوك. أعتقد إن إحنا شفنا
خلال جلسة اليوم، بالرغم من الهبوط الطفيف جدا الذي يعني لا يتخطى 3 نقاط. اعتقد ان احنا نجح، ان انا شايف ان مؤشر دبي نجح في الاستقرار اعلى مستوى. الدعم الهام جدا هو مستوى 4100 نقطة، وسجل مستوى اغلاق عند 4101، وده شيء ايجابي جدا، وده كان ناتج عن الاداء المتباين خلال تعاملات اليوم، وبالتالي ده أدى إلى عدم الهبوط وكسر مستوى الدعم 4100. وأتوقع خلال الفترة المقبلة هنشوف تحركات جيدة جدا لمؤشر دبي، وهنشوف فيه اختبار لمستوى 4400 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري، وده هيكون مدفوع أيضا باتجاه المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية الأجنبية والمحلية نحو الشراء وزيادة وفتح مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي هو 4100، وخاصة بقيادة قطاع العقارات وقطاع السياحة. أعتقد إن احنا هنشوف فيه طفرة كبيرة جدا في سوق دبي خلال تعاملات الربع الأول، مع انتظار أيضا أو مع الحديث أو مع قرار بإدراج طرح جديد قوي بسوق دبي ينجح في جذب مزيدا من رؤوس الأموال ومزيدا من التدفقات النقدية التي قد تدفع أيضا المؤشر أو تساعد وتساهم في استهداف مستوى المقاومة وهو مستوى 4400 خلال تعاملات الربع الأول من العام. أستاذ حسام، باعتقادك يعني لماذا بلغت محصلة شراء الأجانب من الأسهم الإماراتية 820 مليون درهم بأول 10 جلسات في العام الجديد؟ هو طبعا ده مؤشر جيد جدا، وده بيؤكد على رغبة رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية في الدخول في الاقتصاد الإماراتي، وأعتقد أن ده يعني حاجة أو إنديكيتور إيجابي جدا قد يعني يؤدي إلى مزيدا من الاستثمارات الأجنبية في سوق أو في الاقتصاد الإماراتي بصفة عامة. أعتقد أن هذه شهادة ثقة من قبل المستثمرين الأجانب بالاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق معدلات أرباح مرتفعة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأيضا تحقيق معدلات أرباح على الأموال المستثمرة في الاقتصاد الإماراتي، وده يعني أعتقد أن ده مؤشر إيجابي جدا. وأعتقد أن احنا نشوف فيه تأكيدا أو في بعض العوامل والمحفزات التي تساهم في زيادة هذه الأموال وزيادة رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد الإماراتي في كافة القطاعات الإنتاجية، سواء الاستثمار المباشر أو الغير المباشر، وده هيكون ليه مردود إيجابي على مؤشرات نمو الاقتصاد الإماراتي، وهيدفعه إلى الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة قد تتخطى 8% أو 10% خلال العام الجاري إن شاء الله. نشكر الأستاذ حسام عيد محلل أسواق المال على مشاركته معنا في حلقة اليوم.